حياكم الله. تصاعد إيجابي بوتيرة العلاقات بين بغداد والرياض، والحديث صار أوسع عن زيارات متبادلة أكبر من زيارة وزير الخارجية السعودي إلى بغداد. فالرياض بانتظار العبادي وبغداد بانتظار ولي العهد السعودي. في المقابل فإن الصدر يقدم اعتذاره حصراً للعبادي عن التظاهرات التي خرجت منددة بزيارته إلى واسط، ويستثني رئيس الوزراء من الفساد حتى الآن. أما ضيوفنا لهذه الليلة، النائب الدكتور موفق الربيع القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق فتاح الشيخ. العبادي إلى الرياض، بعدها ولي العهد السعودي إلى بغداد. الصدر يقدم اعتذاره للعبادي حصراً، ويقول أنه مستثنى من الفساد إلى يومنا هذا. نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالعليمة أن زيارة وزير الخارجية السعودي قد مهدت لزيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الرياض، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف سيقوم عقب زيارة العبادي للرياض بزيارة إلى بغداد. وبحسب الصحيفة فإن زيارة الجبير أثارت كل هذه الحيثيات والتحولات، ولمعرفة المزيد من الحيثيات وكم المعلومات اللي عنده معروفة من الدكتور موفق الربيع القيادي في ائتلاف دولة القانون. حياك الله دكتور من جديد. طلعت لي قدام بعد المعلومات اللي عندك، أو عندك معلومات أكثر عن بسم الله الرحمن الرحيم. شكر لك أستاذ هارون، وشكرا لقناتك، وشكرا لمشاهديك. إحنا ما يهدد أو ما السعودية تخشاه الآن في الوقت الراهن وفي هذه الزيارة هي قضيتين يعني. تنامي قوة الجيش العراقي، القوات المسلحة العراقية تخشاه نعم تخشاه، خاصة بعد الانتصارات العظيمة اللي حققتها القوات المسلحة العراقية في الأنبار وفي صلاح الدين وفي الديالة والآن في نينوى. هاي مسألة. المسألة الثانية تخشى الحشد الشعبي، وخاصة بالإشارات التي جاءت من قبلنا من قبل تقريبا قبل أكثر من سنتين، والآن أكدها وزير الخارجية وأكدها بعض المسؤولين العراقيين، أنه إذا اضطرينا أن نعبر الحدود إلى دول المجاورة ونطفئ مواطن وبؤر الإرهاب فيها لكي لا تأتي إلينا، مثلا عبور الحدود العراقية السورية نعبر إحنا. السعودية هذا اللي تخشاه، ولكن احنا مقابل هذا احنا شنو نريد من السعودية؟ راح اجاني على هذا الموضوع، لكن من تحدث وتقول لي السعودية تخشى تنامي قوة الجيش العراقي، بس الحشد الشعبي ممكن انه افتهم شنو اللي يخشوه. تشكيلات حسب رأيهم ميليشيات، تشكيلات عقائدية طائفية، تشكيلات مدعومة من ايران، لكن ما اجي ابرر انهم يخشون من الجيش العراقي. لا، شوف، التصور مال بعض أشقائنا العرب أنه هذا الجيش هو نفس جيش صدام حسين، هاي عقيدة هذا الجيش، مو عقيدة توسعية، عقيدة انتقامية، عقيدة تعبر الحدود إلى جيراننا مثل ما عبر جيش السابق إلى إيران ثم إلى 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 الكويت. هذا الجيش يريد يحفظ الوطن، سيادة الوطن، واستقلال العراق وحدود العراق. كذلك جزء من القوات المسلحة الآن الحشد الشعبي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة. زين، قبل ما أجي على قضيتهم، وبالمقابل شنو أو العراق شنو اللي يريد من عندهم؟ شنو اللي يخوف السعودية إذا ما الجيش القوات المسلحة العراقية بالفعل عبرت الحدود إلى الأراضي السورية وبدأت هي بقضية طلعات جوية بهذا الموضوع؟ شنو بالتالي هو قضية حماية الحدود هي من ضمن الأمن القومي اللي موجود للعراق؟ هذا صحيح جدا، ولكن هذا الكلام تقوله للسعوديين وتطمئنهم به. احنا نقول لهم انه هذا جيشنا مهما يكون قوي ومهما يكون منتصر، والان نفتخر به جيشنا، هذا نفتخر فخر وعز وكرامه للعراق. هاي القوات المسلحه العراقيه والحشد الشعبي
ما راح يكون عدائيين على جيراننا لأنهم مسالمين معنا، لا، اللي يعتدى علينا بالتأكيد إن لقنا درس ما 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 ينسى. والآن هذا واضح، يعني عبور طائراتنا، عبور مقاتلينا يعبرون من أجل أن يوقفون مصادر الإرهاب اللي تجي من السعودية، وهي قلناها، لأنه هذا أمننا القومي، هذا البعد، يعني هذا البعد الاستراتيجي مالتنا، المساحة التأثير مالتنا داخل الدول المجاورة هذه، لأنه ما نريد الإرهاب يجي، ما نعبر على إيران لأن الإرهاب ما يجي من إيران، كل الدول اللي تتعامل بقوة كبيرة. أسد، تحدثنا عن إيران، تحدثنا عن أمريكا، أكو مستشار للأمن القومي، أخير مستشار عندنا صار بال 2009 حضرتك بعد انتهى المنصب وما أجا مستشار، والآن نتحدث عن أمن قومي للعراق. هو أصلاً القضية الأمن القومي عندنا ما ماخذ بعدها، ليش نجي نتحدث بها ويا أن السعودية لازم تحترم أمننا القومي؟ لا، أول شيء قبل هذا السؤال خلينا نقول أنه إحنا ماذا نريد من السعودية. زين، أنا أعتقد أنه مو أعتقد أنا أعلم أنه إحنا نريد من السعوديين أشياء واضحة. أول شيء حركة شبابهم اللي يتوجهون من السعودية من خلال بعض الدول، سوريا وتركيا، ويجون للعراق. هذا يكون يتوقف، لأنه عشرات من آلاف من السعوديين انتحروا في شوارع العراق. هاي مسألة، يعني صار لهم 14 سنة يجون بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، ها، والأحزمة الناسفة، يفجرون من ناسنا. هاي مسألة، هاي يكون يتعاونون معي، يقولون لنا ما هي الأسماء الأشخاص اللي افتقدوهم بالسعودية من السعوديين والآن عندنا موجودين بالعراق. زين، رح أرجع على هاي النقطة. الأموال. الأموال القضية جدا مهمة، هاي مثل الأكسجين للكائن الحي. الأموال للإرهاب مثل الأكسجين للكائن الحي. الأموال ده تجي من شخصيات سعودية، من رجال أعمال، من منظمات مجتمع مدني، ها، نعرفها. الشيء الآخر وهو جدا مهم وأهم من كل ما قلت اللي هو الفكر الوهابي الجهادي السلفي، هذا الفكر الإقصائي، هذا الفكر اللي يشيع الكراهية والحقد والذبح، هذا يكون يتوقف بالسعودية، لأنه هو مو خطر فقط على العراق، والآن احنا قدمنا أرواحنا في سبيله. زين دكتور، يعني جيد. في الدفاع عن العراق، ولكن سوريا خربت دكتور الساحة. سمحت، المشكلة بأساس القضية، ليش أنا ياك الآن نتحدث وحضرتك تقول آلاف الانتحاريين فجروا نفسهم؟ ليش ما بالبداية من صار العدد 20-30 واحد 100 واحد استشعرنا خطر الفتاوى اللي موجودة بالسعودية وما نتحدث عن آلاف؟ تعالوا يا ناس، انتوا جيران، ليش تجي من عندكم هاي؟ ليش الان وصلنا بعد 14 سنه من التغيير نتحدث عن الاف الانتحاريين ما قدرنا نمنحهم ويأول 20؟ شوف، احنا حاولنا عده مرات بال 2006 2007 و 2008 وحاولنا، ولكن هاي الظاهره بغداد زياره انت كنت موجود للسعوديه. هذا صحيح، اللي حاولنا محاولات كبيرة جدا، وفتحنا قنوات أمنية للتعاون الأمني وتبادل المعلومات، ولكن السعوديين كانوا خايفين من هذا الجنين الجديد اللي صار في بغداد اللي اسمه الديمقراطية وفدرالية وحقوق إنسان وحريات عامة. هاي التجربة الجديدة اللي ليش ما أختصر كل ذني وأقول خايفين من الجنين الشيعي؟ لا، أنا أعتقد أنه طبعا هذا واحد من الأشياء اللي يمكن أنه حاولنا يعني نطمئنهم أنه يابا هذا ترى مو حكم، ما نريد إحنا حكومة طائفية، ولا نريد حكومة دينية، ولا نريد حكومة لمكون واحد، إنما نريد دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تتداول فيها السلطة وتراعي حقوق الإنسان والحريات العامة. شو اللي استشعرتوا أنه ما كانوا ممكن واحد يقنعهم لو هم تقصدوا عدم الإقناع نفسهم لأنه عندهم مشروع بالعراق؟ هم عندهم هوس اسمه إيران. هوس هذا الجنون، يعني نوع من أنواع الجنون الهوس. بس حقيقة إيران بالعراق؟ لا صح، شوف الأثر الإيراني والتأثيرات الإيرانية والأصدقاء إيران وحلفاء إيران في العراق موجودين، ما ماكو واحد ينكر هذا،
ولكن إيران مسيطرة على العراق؟ طبعا لا. العراق تبع إلى إيران؟ طبعا لا. العراق دولة مستقلة ذات سيادة، وإيران دولة مستقلة ذات سيادة، ونحترم بعضنا، ولكن مصالح كثيرة مشتركة بيننا. دكتور متروح السيلة يقول لك القرار السياسي العراقي يطبخ بطهران. لا، أنا أقول لك فد شيء، أنا أنقل عن يعني أحد الأمراء اللي كان مدير المخابرات السعودية، يقول لي أنه ما معقول دكتور أنتم تسمحون إلى 5 ملايين إيراني يعبرون الحدود خاطر يصوتون على الدستور العراقي بيوم 15/10/2005. أنت شفت، أنت عراقي شفت وين نخليهم 5 ملايين؟ هو إذا يجون 500,000 إيراني بالزيارات إحنا نحتار بهم وين ننيمهم؟ يعني بهاي الحالة أنا سهل من يقول القرار السياسي يطبقنا، هم واصل مرحلة إنه إيرانيين يصوتون على الدستور. هو إيه دستور دشوف يعني هاي المعلومات الخاطئة، يعني هذا المعلومات الخاطئة، سوء الفهم. واحد مثلا أمير آخر يعني راح إلى دار حقه، وهو كان مسؤول كبير جدا في الدولة السعودية، يقول لي أنه الشرطة بين سيارة الشرطة الأول بندر والثاني سعود الفيصل يقول لي الشرطة بيناتهم يتحدثون بالفارسي بين بالهوكي توكي، يعني بالهاي السماعة ما كلها قطعة مالتهم، بين سيارة وسيارة يتحدثون بالفارسي بالبصرة. أنت سامع واحد سامع شرطي يتحدث مع شرطي بالفارسي؟ شوف المعلومات والتقارير الغلط اللي توصلهم، فلذلك يسمعون بإذن وحدة. ليش ما قدرنا؟ لا، ويسمعون الشيء اللي يريدون يسمعون. الشيء اللي يريدون يسمعون، ما يريدون يسمعون من عندنا. فلذلك عندما نصلح لهم يقول لا 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 دكتور أنت ما مطلع أنت يا أخي، ماكو هذا الشيء. واحد منهم أنا أقول لك شيء ثالث خاطر للمشاهدين الكرام يتونسون. واحد شيء ثالث يقول لي دكتور أنا دارس التاريخ الإسلامي العربي، كلها عاصمتنا بالبصرة، عاصمة الدولة الإسلامية بسامرة، عاصمتها ببغداد، عاصمتها بالكوفة، شلون هاي الحاضرات العربية الإسلامية العريقة تصير تحت الحكم الفارسي؟ عجيب عمي، هاي الحاضرات الإسلامية العريقة العربية هذا تحت الحكم العراقي الوطني الديمقراطي، ماكو جيد. هذا ما قدرت يعني ما قدرتوا انتم تقنعوهم دكتور اسهوال، هذا الفكر اللي براسه، هذا الفكر اللي تتحدث به والصوره اللي واصلتهم، راح اقول لك صعوبه، لكن محاولاتكم وين؟ احنا بالتحدث بالفتره اللي انتم موجودين بها، اي عملنا عمل جدا مضني حقيقه، وزيارات مكوكيه من عده من الـ يعني في حكومة السيد المالك الأولى، وجهد كبير جدا بذلنا في محاولة لإزالة هذا الغبش وهذا يعني عدم الوضوح اللي في أذهان يعني السعوديين. بس شوف، هناك مصالح وهناك خوف من التعاظم القوة الإيرانية بالمنطقة، يعني الجمهورية الإسلامية في إيران صارت دولة نووية، صارت دولة عظمى تتعارك ويا أمريكا، فلذلك هذا يخاف منها. هو يعني فلذلك المفروض انه شو يسوي؟ يحاول انه يوحلها ويورطها بالساحه العراقيه والساحه السوريه وبساحات اخرى، هذا يحاول بها. فلذلك يبعث شبابه اللي هم مغسوله ادمغتهم من الارهابيين والوهابيين، يبعثهم للعراق ويبعثهم الى سوريا. جيد دكتور، اكم كان اسب ويا كل هذا الفكر يتحدث به وراء 14 سنة من المشاكل، أخير زيارة لرئيس وزراء عراقي بال 2007 اللي ما نجت بنتيجة، صار 10 سنين، ويا كل هذا ممكن أشوف تحول بالعلاقة بالعلاقات العراقية السعودية؟ يمكن جدا هذا. وهذا بالتأكيد العراقي يريد يصفر مشاكله مع كل دول الجوار، ومع السعودية بالخصوص. إذا السعودية أوقفت تصدير الإرهاب لنا، إيقاف الفكر الوهابي التكفيري الجهادي السلفي، إذا أوقفت الأموال السعودية اللي تجي إلى الإرهابيين، إذا أوقفت الإعلام، إذا أوقفت الدعم اللوجستي والسياسي للمنظمات الإرهابية. هذا شوف يا أخي، إحنا مو بس إحنا أستاذ هارون عزيزي، إحنا مو بس إحنا نعاني من هذا. ماذا يجمع، ما هو القاسم المشترك الأعظم بين ابن لادن والظواهري وبوكو حرام بنيجيريا و11 سبتمبر والنصرة في سوريا والداعش في العراق والقاعدة في اليمن؟ ماذا يجمع بينهم؟
وتفجيرات لندن وتفجيرات باريس وتفجيرات بروكسل. ماذا يجمع بينهم؟ شكل واحد، شيء واحد، الفكر. الفكر هذا، الفكر هذا اللي سميه ماشي جهادي سلفي وهابي، سميه ماشي. مشكلتنا صارت اكبر، هذا فكر جاينا من عبر الحدود. نعم. وجود داعش بالعراق بهذه الطريقة لمدة 3 سنوات وخاصة بالموصل خلى الفكر، راح يكون الفكر متجذر. هذا صحيح جدا. فلذلك التحدي أخي أستاذ هارون، التحدي حقيقة متحدي أمني. أنا أقول لك شيء، يعني داعش إن شاء الله مطلعيها اعتبرها داعش جزء من الماضي، ولكن تحدي متحدي أمني فقط، ولا تحدي سياسي يقول ها جيب المكون الآخر واعطوه حقوقه، ولا هو تحدي لا أمني ولا سياسي ولا اقتصادي، ناس فقراء يدورون على مصالحهم وندورون عليه، لا، إنما تحدي فكري عقائدي. هذا تحدي، هذا دين خبيث. شنو اللي صار بتحول بعد زيارة الجبير إلى بغداد؟ شنو اللي صار باجتماعاته؟ شنو اللي طرحه حتى لا يتحدي بعد يومين، أقل من يومين، يتحدثون عن زيارة العبادي إلى الرياض وزيارة ولي العهد، والكل تعرف إنه محمد بن نايف شنو تأثيره بالسعودية؟ يعني بالتأكيد إحنا نريد علاقات جيدة مع أشقائنا العرب، وإذا يمكن هذا يعني يوقفونا ويساعدونا في إعطائنا معلومات استخبارية. مثلا في 2006 و7 كانوا يشاركونا بعض المعلومات الاستخبارية بالأشخاص والأرقام والهواتف والأسماء والصور، كانوا يشاركونا، وبنينا خط ساخن هاتفي، خط ساخن وآمن بين مستشارية الأمن القومي بين المخابرات السعودية. كل هذا انبنى هذا يعني، ولكن بعد تغيرت الأمور بعد ذلك، بعد 2009 و10 وبعد 2010 تقريبا تغيرت الأمور، صاعدت خاصة قاموا يخشون من مغادرة الأمريكان للعراق. من يغادر العراق يعني الأمريكان للعراق، يقول لك هذا العراق يبقى وحده، ما عليه ضابط يعني أمريكي، وبعدين ماكو هذا التوازن الأمريكي الإيراني في داخل العراق. زين، انت تنسين وما تطيل المعلومات اللي عندك، ما راح انساها. تفضل عزيز. ما راح انساها. شنو اللي صار زيارة الجبير؟ لا، واضح انه النقاش صار يعني صار على موضوع داعش. جدا يعني احنا عربنا عن يعني العراق اعرب عن يعني قلقه من الدعم المالي والاعلامي والسياسي لداعش من بعض دول مجلس التعاون. الشيء الاخر هم بالتاكيد يعني يخشون تعاظم القوه العسكريه العراقيه يعني بعد انتصاره على داعش، ودور الحشد الشعبي بعد الموصل. ما هو دور الحشد الشعبي؟ يعني واضح انه الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحه. من ضمن الامور المعينه اللي تحدثوا بها، انا ما اريد اكشف يعني عن اشياء يعني صارت خلف الكواليس، ولكن هذا اللي ترشح. لا تكشف لنا هيك شيء من عدن، خلي يكون انه انا ادري يعني المعلومه عندك. اسال سؤال محدد انا اجاوبك. شنو اللي صار ورا الكواليس؟ هذا انا قلت لك يعني ماكو في شيء مخفي، ولاكو في شيء يعني اتفاقات. هناك رغبه عند الاخ رئيس الوزراء في اقامه علاقات قويه جدا مع المملكه العربيه السعوديه. زين. وهم بعد 14 سنه، شوف الدول المجاوره الاخرى، يعني اول رئيس دوله زارنا هو الرئيس الايراني، وثاني رئيس دوله زارنا هو الامير الكويت، مو صحيح؟ الاعتراف بالعراق من اول ما بال 2003 اول دوله اعترفت بالعراق الجديد هو الجمهوريه الاسلاميه في ايران. فلذلك هم بعد 14 سنه يبعثون سفير، وسفير يخلق مشاكل ويدخل في شؤوننا الداخليه. يعني شوف هذا السفير مالتهم اللي الان طردناه وراح صار وزير دوله لشؤون الشرق الاوسط في وزاره الخارجيه السعوديه. زين، احنا كل واحد زين ذاك الواحد يطرد العراق الله يسوي وزير بعد ما يسوي وزير شنو فتح عليه يعني. شوف لو كان يدخل بشؤون الحج الشعبي، بشؤون الداخليه، بالقضيه بين العرب والكرد، والشيء بين الشيعه والسنه، لاحظ. بس مو تصرفات شخصيه من عنده؟ لا طبعا، هذا بالتاكيد من حكومته. احنا لو انه سفيرنا في الرياض الان، سفيرنا في الرياض يتحدث عن خروقات حقوق الانسان للحكومه السعوديه اتجاه
النصارى اتجاه الشيعة، اتجاه الـ 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 الإسماعيلية في 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 نجران، اتجاه الـ 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 العمالة الأجنبية، 5 ملايين عامل أجنبي عندهم، الـ 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 القوانين الـ يعني المتوحشة اللي يستعملوها في 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 قضائهم، كل هذا والتجاوزات اللي على حقوق الإنسان، كلها هذه إذا يريد يتحدث بيها وزير يعني سفيرنا في الرياض، شو يقولون؟ يطردوه ثاني يوم، يطردوه ثاني يوم. لأن أكو موقف دولة حقيقي. أحسنت، لأنه هناك دولة قوية تحترم نفسها والسلطة قوية. جاء هذا الكلام اللي تحدثت به. هذا إذا هاي الدروس لازم يتعلمها دكتور الأخ عادل الجبير يتعلمها، والإخوان بالمملكة بالمملكة العربية السعودية يتعلموها. العراق مو العراق السابق، العراق الآن رجع حي، رجع شيء آخر، رجع ده يقوى خاصة. واتركوا السياسة، خلي تكون سياسة. العراق بجيشه، هذا الجيش الباسل العراقي، الشرطة الوطنية، الشرطة الاتحادية الوطنية، والحشد الشعبي المقدس، هذا العراق هو. جيد. هذا العراق هذا كون يطلبونا كما نحن، هذا الكلام مو يصيغونا بشكل اللي يريدوهم. أنا أريد شيء من السعودية. السعودية عندها مفاتيح كثيرة بالعراق، أدوات ممكن تستفاد منها بشكل سلبي على العراق، إيجابي بالنسبة لها. دعني أقول شيء بس إذا سمحت لي دكتور. هذا هم يردون يعيدون كل شيء، بس يتحدثون عن نفوذ إيراني، النفوذ الإيراني، السيطرة الإيرانية عن طريق بعض الجهات. ما راح أتحدث سيطرة عن دولة عراقية بالكامل. راح يعدوها سلامات هذا التقارب والتواصل السعودي العراقي. شوف عزيزي، اللي يريد يقوم علاقات معانا أهلا وسهلا بي، بس مو بشروط، ما يشترط عليه. مثل ما أنا هسأل أقول له أرجع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ولكن أنت تنسحب من اليمن، هاي شنو علاقته؟ إحنا دا نتحدث عن دولة. الآن عندنا 4 ملايين نازح، مو هم يتباكون على المكون السني، على أخواننا بالمجتمع العربي السني الكريم. ها، الآن عندنا 4 ملايين نازح بالبرد، ها، بالعراء وبالجوع، وصارهم سنين خلي يعمرون مدنهم، ها، بالأموال السعودية الطائلة يعمرون مدنهم، خلي يمتدون ولا فلس واحد لهؤلاء الـ4 ملايين. دكتور ليش حكينا؟ مو تدري فلوسهم ما تروح، هم يعطون فلوس مو ما ينطون. للإرهاب يتوها، للإرهاب يعني، بس للإرهاب تروح، بس للإرهاب تروح. وبعض المجاميع السياسية اللي باعت نفسها للأجنبي بعد. ليش نحكي؟ لا يعني وتعطلت لغة الكلام. زين، بهذا المنطقة سمنجي يتحدث بهاي الطريقة، راح أقول إنه هم يريدون يفتحون باب ثاني عن طريقها بعيد عن هاي المجامع. راح أتحدث عن أذرع، هاي الأذرع أقدر أسيطر عليها. المنطق اللي تحدثت به منطق قوة وممتاز، خلينا نتعامل به، لكن كدولة عراقية كمكونات سياسية بهاي الأذرع اللي يتحدث عنها، عندنا هاي القوة إن نروح نواجه ونقولهم تعالوا هذا اللي يريده، تحترمون الدولة العراقية، السيادة العراقية، تعالوا نتفق. احنا نريد نقيم علاقات ودية بين أشقاء على أساس الاحترام المتبادل، مو على أساس يفرضون علينا يعني هذا اعملوا وذاك هذا لا تعملوا. هذا خرق للسيادة الوطنية العراقية لا يمكن أن نقبله. وبعدين الإيرانيين شو موجودين؟ أقل من 100 واحد مستشار ومدرب يدربون أخواننا بالحشد الشعبي، شنو عندهم؟ احنا عندنا 6000، ما يحكي على 6000 أمريكي، يحكي على الأقل من 100 إيراني. دكتور هذا تبسيط للوجود الإيراني، الوجود الإيراني أكبر من هذه اللي أنت بسطته. هناك أصدقاء لإيران، هناك حلفاء لإيران، يعني هذا ما حد ينكره. وإيران من مصلحتها استقرار العراق وأمن العراق وازدهار العراق. نفس المصلحة موجودة، موجودة عند تركيا اللي عندنا عداء وياها، موجودة عند السعودية، الآن موجودة عند باقي الدول. الآن ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري بيننا وبين تركيا لصالح تركيا 12 مليار دولار، بيننا وبين إيران 10 مليار دولار سنويا. شنو دكتور أنا ما أدري، الوقت أخذني والحديث كان المفروض أنه ناخذ وقت أكثر بقضية الغطاء الأمريكي مثل هاي الزيارة. أنت تعرف السياسة الأمريكية، رغم ما أنه عندهم إشكالية صارت بتخابر مستشار الأمن القومي خرج، جابوا وكالة عين يعني 3 تقريبا خلال شهر.
الحديث عن هذا الموضوع، السياسة سياسة ترامب تجاه إيران فتحت الباب مثل هاي الزيارات، سياسة ترامب بالمنطقة راح تقوي مثل هاي الزيارات بين العراق والسعودية وتأخذ طابع أكثر مما هو مجاملات ووديات، وإحنا نتمنى الخير لبعض فيما لا فيما لا. أستاذ أخي أستاذ هارون، جدا هذا الكلام صحيح. عرفوا السعوديين أنه لا يمكن الوثوق وأن يتكئون الاتكاء على الولايات المتحدة الأمريكية في وقت ترامب. ترامب رجل مصالح، مو رجل أفكار مثل بوش، مو رجل إيديولوجيات يريد يروج الديمقراطيات، لا، هذا مصالح. فلذلك بإمكانه بمصالحه تقتضي أن يترك السعودية يتفرها ويروح لذاك الصوب. زين، فلذلك السعوديين أدركوا أنه لا خيار لهم إلا أن يصفرون مشاكلهم بالمنطقة. وأول هذا دول مجلس التعاون، كل من دول مجلس التعاون ما عدا السعودية الآن فتحت خطوط مع إيران، وكل دول مجلس التعاون عندهم علاقات جيدة مع العراق، وفتصفير المشاكل، لأنه ما يقدرون بعد يتكون على السعوديين، ما يقدرون يتكون على الأمريكان، لأن الأمريكان ما يمكن توقع شو راح يسوي ترامب. كله على أساس المصالح. فلذلك كون يصفرون، ها، كون يساوون يعني مشاكلهم بالمنطقة. يصفرون هو اتكاء على الجيران حتى يكون لهم مصدر قوة بالمنطقة أكثر، ما يقول لك إحنا بعدين نروح لأمريكا. بالضبط بالضبط، يعني هذا واقع ممكن يصير عندهم. بالضبط، هذا 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 مجيء ترامب خلاهم يفتهمون أنه ترى أنتم لازم تحلون مشاكلكم ويا جيرانكم. وأنا أقول لك راح يعني هذا مو توقع، هذا معلومات وتحليل. زين. أنه باليمن راح تتبين هاي القضية، كلش تبين راح باليمن. راح تيمن واليمن تنحل القضية يعني خلال بضعة أشهر لعله. جيد، خلي هو الزيارات بعد إذا مستمر، إحنا هم لقاءاتنا مستمرة، لكن هنا اسمح لي أشكرك دكتور موفق الربع. شكرا لك، حياكم. شكرا لك. سيدات ورجال الأعمال اللي مثلي يتساءلون، من هو الشريك اللي يعتمدون عليه بكل تعاملاتهم المصرفية والمالية، واللي يقدم مزايا كاملة وشاملة، تحويل، إيداع، سحب، اعتمادات، خطابات ضمان، وعنده خدمات إلكترونية مصرفية شاملة وسرعة فائقة بالتعاون مع جميع الفروع داخل العراق والخارج. وفضل هذا الشريك بدت أعمالي تكبر أكثر وأكثر، لأن اعتمدت عليه بكل تعاملاتي المصرفية. مصرف الخليج التجارية، شريكك الدائم. قدم زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر اعتذاره إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية رشقه بالحجارة وترديد هتافات مناهضة له خلال تظاهرة نظمها طلبة من جامعة واسط رافضين لزيارته إلى المحافظة. وأضاف الصدر: نحن طلاب هيبة للدولة، والتعدي على رئيس الوزراء حصرا فيه استنقاص من الدولة، وخصوصا أنه مستثنى من الفساد إلى يومنا هذا، وأقدم اعتذاري له حصرا نيابة عن من فعل، سواء كان منتمي لي أم مندس من أتباع القائد الضرورة أم غيره حسب وصف السيد الصدر. وختم الصدر بيانه بالقول أن أي تظاهرة أو احتجاجات خارج نطاق اللجنة المشرفة التنسيقية فهي لا تمثلنا، بل قد تكون معادية لنا، فأرجو عدم الإخفال عن ذلك. وللحديث عن التأثيرات السياسية حتى على هذه التظاهرات وتحذير واعتذار السيد الصدر، ينضم معنا في الاستوديو السيد فتاح الشيخ النائب السابق. حياكم الله، حياك الله استاذ فتاح من جديد.
خلينا سياسيا، اللي فهمته من بيان السيد الصدر هو محاولة لقمع أي تظاهرات لا تخرج من العباءة الصدرية. شكرا جزيلا لك ولهذا البرنامج، لأنه حقيقة ما يحدث في العراق هو يدخل ضمن حرية التعبير، وبالوقت نفسه الرأي العام العراقي هو رأي ساخط حتى هذه اللحظة، وأنا متوقع ما يحدث مع السيد العبادي أو حتى غير العبادي لو قدم إلى هذا المكان أو مكان آخر. هذا يقسم ضمن تقسيمات الرأي العام بأنه رأي عام متوقع حدوثه، لأنه هنالك مشاكل، هنالك رفض جماهيري، وليس بالضرورة أن نربط هذه التظاهرة بفئة حزبية أو هنا أو هناك. والدليل على ذلك عندما ذهب مسؤول آخر إلى شارع المتنبي لاقى نفس الأسلوب من رفض من المثقفين. جيد، سأفتحس احنا متفقين على هذا. نعم. ليش أجي أقول إنه هاي التظاهرات والسيد الصدري يقدم اعتذاره للرئيس الوزراء، الناس عندها نقص بالخدمات، نقص بالأمن، نقص بكل الحياة الخاصة بي كمواطن، منو قدامهم؟ قدامهم رئيس الوزراء على اعتبار هو رئيس السلطة التنفيذية، فأكيد راح يطلعون عليه من ناحية السخط. ليش أجي أقول كل اللي طلع مندس وأتباع القائد الضرورة اللي سماه السيد الصدر بكلمته، ليش أجي أجير لو طالع بكلمة أو توجيه من السيد الصدر، لو أجي أنا أقول لا هاي مو تظاهرات صحيحة؟ استثارون الوضع هو حقيقة إحنا ما نطمح ولا نتمنى أن تسيس التظاهرات أو حتى الرأي العام يذهب باتجاه المحاصصة الحزبية هنا وهناك. اليوم صاير هذا الشيء هسه؟ نعم، أنا يعني باختصاصي باعتبار أنه دكتوراه في الرأي العام أشوف أنه تسييس الرأي العام، يعني كل فئة هي نفسها التي تدعو إلى الانتخابات، هي نفسها التي تحرك الرأي العام باتجاه رفض أو قبول الحكومة، وهذا ما يحدث. هي نفسها موجودة بالحكومة على أساس قد يكون التيار الصدري أو غير التيار الصدري. أنا أتكلم في مجال تخصص أكاديمي، أن الرأي العام ضمن تقسيماته وضمن دراساتنا للرأي العام أنه رأي عام متوقع وجوده. العباد يعرف جيدا إذا تحرك في الشارع سوف يلاقي ما لاقى، وكذلك ربما السيد مقتدى الصدر أو عمار الحكيم أو نور المالكي، أياد علاوي، كل الرموز السياسية أنا أقول متوقع حدوث ما حدث للعبادي. يعني عندما ذهب السيد عمار الحكيم إلى شارع المتنبي كان الاستقبال غير مرحب به، وآخرين يوم أمس عندما كانت أحد أعضاء مجلس النواب في ساحة التحية. بس ضربت مثل بالسيد مقتدى الصدر، ما حد راح يقدر يسوي شيء من السيد مقتدى الصدر. أنا أقول مثال قد يكون لا يوجد أو يوجد مع التخوف، نكون واقعين. اليوم الشارع العراقي مثل ما أنت مقتنعين بك فئة معينة، هنالك فئة رافضة. مثل ما أكو جمهور انتخبك وجابك إلى مجلس النواب، هذا الجمهور يمتلك رأي عام آخر صدى لي صوته في الانتخابات. اليوم جابك للانتخابات على حساب أنه أنت تقدم، أنت ما قدمت. جيد، سياسياً شنو اللي يمثل الاعتذار؟ هي كلمة اعتذار كانت مفاجأة للناس، من أسمع أنه السيد مقتدى الصدر يقدم اعتذار للسيد العبادي، أريد أشوف شنو اللي وراها. قد يكون من منطلق أنه مثلا حفاظا على هيبة وسمعة التظاهرات، باعتبار أنه سيد مقتدى يأخذ التظاهرات يوم الجمعة، وهو طبعا هذا جانب إيجابي باعتبار أن المواطن هو نفسه موظف بالدولة، لكن في هذه اللحظة هو لا يكون ملك الدولة. يعني اليوم أنا عندي تحفظ على التظاهرة التي حدثت في جامعة واسط. التحفظ شنو؟ الطالب هو طالب في جامعة واسط، وهذا الوقت هو وقت دراسي. هذه الجامعة ترتبط بوزير اسمه وزير التعليم العالي، ووزير التعليم العالي هو أحد أعضاء مجلس الوزراء، هذا الرئيس اللي إجى هو رئيسه، فبالنتيجة الطالب يرجع في هذا الوقت إلى رئيس الوزراء، وليس من الأخلاق أن تنطلق هكذا تظاهرة. أنا أطلع على مظاهرات يوم الجمعة، نعم أجيب باب مجلس الوزراء أكون متظاهر وأحشد، نعم، لكن عندما يكون ضيفي في جامعتي وقادم إلى محافظتي وبنفس الوقت السخط اللي عند الناس راح يفيد هذا التبرير ويفيد هاي المرجعيات الإدارية بالنسبة للطالب. سيد العزيز، احنا لو نعمل دولة ديمقراطية وهنالك دستور، وللديمقراطية أخلاق، مثل ما موجود قواعد سلوك عندنا في العمل السياسي اكو قواعد سلوك للديمقراطية. انت ما تنتهز فرصة انا جايك ضيف وانت تعبر امام مجتمعك او عشيرتك. بس معقولة عندنا العملية السياسية بها قواعد سلوك اللي عندنا؟ نعم، وكلهم متجاوزين قواعد السلوك سيد العزيز. ها متجاوزيها؟ ايه متجاوزيها. انا اقول لك نعم عندنا قواعد سلوك نسير عليها، وقعنا عليها قبل دخولنا في الانتخابات اصلا، لكن تم تجاوزها. بل ابعد من ذلك، تم تجاوز فقرات من الدستور. نعم هنالك عمل غير دستوري،
وانت تعرف جيدا يعني ليس بعيد عنك انت في وسط الاعلام، واليوم الاعلام جيد. هو الصوره الحقيقيه للعمليه السياسيه. زين جيد. هسه انا من اجي اسمع انه السيد الصدر قال انه هذا احنا طلاب هيبه للدوله العراقيه. بلا شك. والمالكي هم كان رئيس وزراء يمثل هيبه الدوله العراقيه. احنا امن عفوا بالنسبه لوضعنا اليوم في العراق الان حتى في زمن المالكي رئيس الدوله هو هيبه البلد الذي عفوا اذا اليوم احنا هسه قبل شويه كانت عندي مجموعه مراكز خبريه طلعت على بعض الاخبار بدات التهم ترمى هنا وهناك، يعني احدهم قال كاظم الصيادي باعتبار كاظم الصيادي ابن الكوت منتمي إلى دولة القانون يريدون أن يرموا بهذه التظاهرات على نور المالكي. اجى حزب الدعوة نزل بيان قال هذا استهجن هذا الموقف. الآخر قال لا ذولا صدريين لأنه صح وباطل باطل وهذه التظاهرة تابعة للتيار الصدري. السيد مقتدى الصدر في بيانه قال هذا أنا أتبرأ سواء تابعين إليه أو غير تابعين. هي مبدئيا من حيث المبدأ التظاهرات غير صحيحة في هذا الوقت وتحديدا في هذا المكان. لو كانت التظاهرات خارج إطار الجامعة ويرفضون وجود العبادي يطلع العبادي يا سيد العزيز. هو حتى التظاهرة اللي طلعت على العبادي داخل مجلس النواب اللي قادوها ما يسمى بكتلة الإصلاح وغير ذلك هي كانت غير منطقية وغير أخلاقية لم تكن هي غير قانونية. لا تضعيف كان نعم تضعيف كان فوق 180. ليش تقول ما يسمى؟ ليش؟ كتلة وسوت تغيير وسوت انه جابت استجابات لكن هي الكتلة نفسها اللي قالت له اطلع وضربه بالبطالة مال المي تقدر بنفس الوقت تسحب الثقة منه وتعزله اذا كان هو مرفوض. هذه المجاملة لا تنطلي على الشعب بعد اليوم. الشعب العراقي اصبح واعيا بكل مفاصل الحياة. اذا دعوت الى الاصلاح يعرفون دعوتك صادقة ام شكلية. اذا انا وراها المالكية راح تقبل او ترفض. نعم انا اقول انه اليوم الشارع العراقي حتى وان سكت مؤقتا قبل شويه قلت لي ربما لا يخرجون تظاهرات على سيد مقتدى الصدر لا سيد العزيز الشارع العراقي شارع بدا واعيا يطلع على فتح الشيخ على جنابك على مفق الربيع على غيره لكن احنا ندعو الى ان تكون مهذبه ضمن ضوابط على الاقل الشارع يعني المجتمع الدولي المجتمع العربي يلاحظ ما يحدث بالعراق يعني اليوم هذه التظاهرة التي قال عنها السيد مقتدى الصدر أضعاف للهيبة نعم لأنه تعطي بالمقابل قوة المن زين. لجهة الآن تخترق الشارع العراقي من شمال إلى جنوبه داعش اثنين هنالك كم هائل وجيوش خلف الكمبيوتر والفيسبوك تشتغل من أجل التسطير ليش ندافع عن جهة يعني أنا حتى المواجهات اللي صارت بين المتظاهرين وقوات وهذه هم مرفوضة صارت. نعم ليس من يعني الدفاع هذا ما راح حط انا فرصه ما راح حط الثغره للجهات اللي استاذ هارون انا اليوم ليس حديث الان ليس من محط الدفاع عن اي شخص بدا من رئيس الوزراء وصولا الى اخر مرجع في النجم الاشرف انا اتكلم للشارع العراقي من منطلق انه احنا اما نكون في عمليه سياسيه او لا نكون ليس فوضى الامر مو تحشد جيب سلاح وودع عتاد واخزر هذا وخوف هذا لا اليوم العباد مقصر اكو عمليه سياسيه موجوده تحت قبه البرلمان تأتي بالعبادي والأكبر من العبادي 40 شخص يوقعون يستجوبون ويحلون حكومته هذا إذا كان هنالك مصداقية أما مسألة تضعيف ومسألة التلويح من خارج حدود العراق وتنفيذ أجندة خارجية ضعف لي فلان سوي لي كتلة فلان سوي لي كتلة إصلاح هذا لا ينطلي على الشعب العراقي وأنا قلت في بداية الحديث هذا رأي عام متوقع حدوثه على أي شخصية هذا تضرب مثل تتهكم لو بالفعل كانت اكو تحريكات خارجيه على كتله الاصلاح اخي العزيز اليوم انا واحد من السياسيين اللي اخوض في هذا المجال اكو تحريك خارجي حتى في عمليه وجود كتله الاصلاح تحت قبه البرلمان لاضعاف هيبه الحكومه اليوم ترامب عندما فاز في الانتخابات اول ما توجه على السعوديه ثم توجه مره على العراق وان كان هو موضوع الدكتور الرباعي زين. ليس موضوعي لكن اليوم الشارع العراقي ملتهب اكو فساد نعم لكن الفساد لا يحاول ازالته بطريقه السلاح مثلا والتهديد والتلويح بالعصا هذا الكلام وهذا الهدوء اللي صراحه مو كلش متعودين عليه من السيد مقتدى الصدر يقدم اعتذاره ويقول لا وانتبهوا واعتذار حصرا للسيد العبادي وينزهها عن اي شبهات فساد موجوده، قال اليوم من هذا بعد ما نعرف ايش راح يصير وراها. هي محاوله انتخابيه، محاوله تقارب مستقبلي، من يقول حصرا لرئيس الوزراء
ما أعرف شنو اللي وراها. قد يكون وهذا من حقه يحافظ على جمهوره ويحافظ على صورة التظاهرة التي يدعو لها كل جمعة، هذا جانب. زين. وجانب ثاني هو حليف استراتيجي السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم، فعليهما أن يحافظوا على حكومة العبادي باعتبار جاء العبادي عبر صفقة صدرية مجلس أعلى زائد انشقاق دعوة. هاي أول سنتين تقريبا كان اكو تحالف استراتيجي بين الحكيم وما والصدر. زال العبادي ولادة تحالف زين ثلاثي، من انشق عن الدعوة وما أتى به التيار الصدري وما أتى به سيد عمار الحكيم وشكلوا الكتلة الأكبر وذهبوا إلى رئيس الجمهورية وأعلن ذلك. هاي بوقتها ما زالت أخي. لا الرجعة وبتشكيل بالبداية الفريق القوي المنسجم حكومة الأقوياء مسميات المجلس الأعلى كلها تندم عليها بعدين ما صارت، والدليل أنه صقورهم طلعوا وغيرهم طلعوا وانت عارف الآن العبادي يتمتع بالحكومة منين؟ يعني راح أخذها من الشيخ عبادة لو منين؟ لا خلاص انتهى، كان هذا التحالف في البداية ما بقى سلها. لو كان فعلا حتى أكون صادق معاكم مع شعبي، لو كان فعلا هذا التحالف منتهي زين. لكان دعوه إلى مجلس النواب وتم تغيير الحكومة بمجيء رئيس وزراء أفضل وأكفى ووزراء أكفى وبالنتيجة نخرج من الأزمة. لا أنا يعني خلال قراءتي ودراستي للموضوع أن العبادي يعد مرة أخرى لطرحه في حكومة قادمة. كتوافق بينه؟ كتوافق وكآلة وأدوات خارجية وكأجندة خارجية ترغب ببقاء العبادي مقابل على العبادي أن ينفذ ما تريد منه تلك الأجندة، أولها قضية حسم ملف الحشد الشعبي. نعم. هذا اللي ربط بزيارة السعودية. هذا الزيارة مبنية على أسس متينة أحدهما كيف أن تتخلص من الحشد الشعبي. وراح أرجع للسيد مقتدى الصدر، كيف ممكن يسمح لنفسه يكون شريك استراتيجي أو حليف لشخصية تنفذ أجندات خارجية من ضمن الحشد الشعبي ووجود سرايا السلام كعنصر مؤثر بهذا التشكيل، مو حتى تحت مسمى الحشد الشعبي، لا كالتشكيل القوات اللي طلعت بعد الفتوى لمواجهة داعش. أستاذ هارون، الأجندة الخارجية لا تنفذ دفعة واحدة. زين. تأتيك ورقة تنفذ ثم تأتي. أنا متوقع أنه بل على ربما على يقين أنه السيد مقتدى الصدر قد يكون فهم جزء كبير من اللعبة، لكن هنالك أمور دقيقة جدا ربما سيكون هو جزء من هذا ما يحدث بالمشهد السياسي القادم، أو ربما ينأى بنفسه كما شاهد أكثر من مرة أنه هنالك عملية سياسية وينسحب الرجل هو وزراءه. العملية السياسية القادمة إذا تم طرح العبادي كرئيس وزراء فهنالك صفقة تؤتي بالعراق إلى طريق مسدود، وخير ما سمعناه. من أبطال هذا الطريق المسدود اللي راح يوصل إلى رئيس الوزراء إذا ما كان بالولاية الثانية؟ هسا أنا ما أقدر حقيقة أرسم المشهد مو لهالدرجة لأنه أنا مو جزء من هذه الأجندة، لكن كدراسة أنه بقاء العبادي مقابل تنفيذ ما يراد منه كما طوقوا حكومة نور المالكي في 2010 بورقة أربيل، اتفاقية أربيل والدورة التي سبقتها ومؤتمر 5+1 في العراق. اليوم رئيس الوزراء لا يأتي بدعاء أحد ولا باستغفار من فلان وفلان ولا ببركات وأنفاس فلان، إنما بدعم مباشر أمريكي، هذا مقابل أن تقدم ما يريدون أمام بقائك على هذه الكرسي. وإلا على سبيل الفرض لو دخل العبادي في قائمة انتخابية بكرة وننزل انتخابات في 2018، ما هو الجمهور الذي سيفوز العبادي؟ هل هو الدعوة مثلا؟ الانشقاقات داخل الدعوة؟ أو سيأتي العبادي بجمهور من برا جاهز وينتخبه حتى يحقق كتلة 40؟ منو راح يفوز؟ الجمهور الصدري؟ اتركها في وقتها ان شاء الله والايام. لا مو انت تقول لي راح يفوزوا الدعوه ولا راح يجيب جمهور جاهز، اذا عندك التصور من راح يجيبه؟ لا التصور واضح، يعني اليوم اذا هذا الجمهور البسيط في جامعه الكوت رفض العبادي، خلي العبادي يسوق نفسه على الشعب العراقي من البصره وصولا الى كردستان، راح يلقن نفس الرفض لان الشارع رافض جمله وتفصيلا الكابينه السياسيه منذ 2003 حتى الان بما فيهم اني والقبل اللي كان قاعد على هذا الكرسي. اليوم الشارع رافض، يعني ما معناه يريد أما استحداث للعملية السياسية أو إذا هذا نفس الوجوه. هنا نضع خط أحمر، إذا بدأت فعلا الانتخابات نحو التغيير الحقيقي ستكون هنالك تدخل خارجي وإرادة خارجية تفرض على الإرادة الوطنية. جيد، مثل ما تفاجأنا بكلمة الاعتذار أو بكل التفاصيل اللي جت باعتذار السيد مقتدى الصدر،
ممكن اعتبرها خطوة ذكية من السيد مقتدى الصدر، لقى الحجة على الدكتور العبادي، وبالتالي هذا الدفع باتجاه كل القوى السياسية باتجاه دفع السيد العبادي على السيد مقتدى الصدر انه تصرفاتهم لا تسكت عنها، تصرفاتهم ما مقبولة بالنسبة لتهيج الشارع علينا، لقوا عليه الحجة. بعد خلص العبادي بعد شنو اللي راح يسوي؟ السيد مقتدى الصدر اعتذر من عنده، الطادافع اكبر للهيبة اللي موجودة لهيبة السلطة والدولة. بصفة سماحة السيد مقتدى الان مطروح كزعيم وطني جيب. ويعتبر انه استقرار البلد يقع على عاتقه، وهذا واقعا، لانه حتى وان كان مشارك في الحكومه هنالك نقد على كتله الاحرار، هنالك بعض الاسماء التي طرحت في مجال النزاهه، لكن في حقيقه الامر هو صاحب قول الفصل في تحريك الجمهور وفي تهدئه الجمهور، وتبنى موضوع الهيبه، وهذا يا سيد العزيز حقيقه مطلوب. بس هذا الشركاء ما يقبلوا التعميم مال الجمهور، يقول لك جد عنده، اذا تجي للبرلمان عنده 10% و90% هم عندهم جمهور. وانا اقول انه ليس كل من دخل البرلمان قد حظى باصوات الجماهير. بس التيار الصدري بس بكتله الاحرار حظيت صحيح؟ مو بالضروره، لا، انا دا اقول لك انه قد يكون بكتله الاحرار ناس صعدوا وما حظوا بتأييد الجماهير. تأييد الجمهور في الشارع هي اصدق من صناديق الانتخابات، هذا جانب. زين. هذا اذا ردنا خلي، انا ليس من محط الدفاع عن التيار الصدري ولا عن السيد مقتدى الصدر الان بصفتي مستقل. لكن خلي شخص اخر يقدر يعبئ الشارع بهذه الطريقه. من الموجودين كلهم. ما عدا يمكن السيد مقتدى الصدر والسيد علي السيستاني بصفته المرجعيه، اما اخر يتمكن من ملء ساحه التحرير ما اتصور اي رمز من الموجودين. هذا بين هذه الاصوات. وهذا تعتبر التشخيص الحقيقي للتاثير الجماهيري. التشخيص الحقيقي للاصوات. ها. وانت لا تنسى انه هؤلاء كل شخص منهم هو يمثل عائله، وبالنتيجه هذا الواحد او الثلاثه الموجودين وراهم بعد 8 أو 5 موجودين كاصوات. فبالنتيجه لو تقرا الصوره الانتخابيه الحقيقيه، لا انا اتوقع انه 30 مقعد قليله بحق التيار الصدري. هنالك غبن. طيب خليني اشكرك السيد فتاح الشيخ نائب السابق، شكرا لك لحضورك، ان شاء الله نلتقي بحلقات اخرى. حياكم الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت، موعدنا يوم غد، مع السلامه.